نادي سموحه السنه اللي فاتت واللي قبليها كان يعني شبه بينافس على بطوله الدوري. السنه دي بعد وتراجعت الى حد ما نتائج يعني بالمقارنه. ايه السبب ده؟ هل مجلس الاداره السبب ده؟ هل تغيير الاجهزه الفنيه هو السبب؟ هل بيع اللاعبين النابغين هو من وجهه نظر حضرتك؟ اولا طبعا احنا بعنا عدد كبير قوي من اللاعبين لان احنا مصدر تمويلنا الاساسي هو بيع اللاعبين. السنه اللي فاتت الرياضه كلها في نادي سموحه اتصرف عليها من بيع لاعبي كره القدم. لكن احنا استقطبنا عدد كبير قوي من الناشئين المميزين جدا. يعني احنا عندنا 9 لاعبين كانوا في المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي بتاع الكابتن شوقي غريب 9 وعندنا 5 أو 6 دوليين. حسام حسن دولي والاربعه الافارقه دوليين واللاعب الليبي دولي في بلادهم في منتخب يعني فبحكي لحضرتك فعندنا مجموعه طبعا لسه ما بقاش في تجانس يعني لسه ما بقاش في تجانس وعززنا الفريق في يناير. فطبعا في بدايه السنه صادفنا طبعا اصابات كتيره جدا. كان الكابتن حسام والكابتن ابراهيم بيلعبوا بمعظم يعني عدد ضخم جدا من اللاعبين مصاب لدرجه ان هو طلع لاعبين صغيرين من الفريق 99 للفريق الاول. زائد طبعا كان حظنا يعني ما كناش موفقين يعني ماتش المقاولين العرب يدخل فينا جون في اخر ثانيه. ماتش طنطا نتعادل برضه يدخل فينا جون في اخر ثانيه. 3-4 ماتشات يحصل معانا هذا الكلام. فما كناش ما كانش عندنا توفيق. زائد ان اللعيبه اللي عندنا اهم عناصر موجوده في الفريق وحتى لغايه دلوقتي مصابين. خدت بس لكن يعني الفرقه قادمه. انتوا مش بعيد برضو يعني انتوا ماشيين على الدور السادس مركز 24 نقطه. بينك وبين الرابع 3 نقط. 3 نقط 27 نقطه لو اتحاد اسكندريه يعني. وبعدين طبعا لما الكابتن حسام والكابتن ابراهيم اصروا ان هم طبعا يمشوا بعد سنه كامله. حكمة ما رجعتهمش في والله حاولت فعلا حاولت بشكل كبير قوي لكن هم طبعا حاولت تثنيهم على الاستقرار. طبعا هم ناس محترمه جدا ومعاهم جهاز على مستوى عالي جدا. يمكن انت شفت التطور بتاع ابو جبل ده. طبعا الكابتن عماد المندوب من جهاز الكابتن حسام حسن طبعا طوره خلاه يعني هو تقريبا يا الاول يا الثاني في مصر في حراسه المرمى. ما شاء الله. ما شاء فالمهم الله. ابو جبل هو حارس الزمالك دلوقتي. طبعا الزمالك بعتوا لي الزمالك بكام الفرق بيه ايا كان يعني احنا بعناه وخدنا 2 لاعبين وخدنا فلوس بالفلوس بتاعته زائد بعت 2 لعيبه كلهم كام 18 مليون جنيه عملنا الفرقه دي. اوكي الفرقه دي كلها متكلفه 18 مليون جنيه الحاليه طبعا. اوكي يعني يا لعيب ببلاش. يا لعيبه طبعا بارقام زهيده جدا ونجوم. يعني دلوقتي في 3-4 النهارده يعني بقوا نجوم وبقوا مطلوب ده في كتير. وفي ناس ومطلوبين جدا ويتباعوا بسهوله قوي بس مش هبيع دلوقتي في يناير ولا في دماغنا. وعندنا طبعا الفرقه بتاعتنا خدت ابو جبل بدون مقابل. خدته بدون مقابل. كان الزمالك سايبه. طبعا وبرده دي حاجه غريبه. ما الحمد لله. الحمد لله طبعا. بس هو جه عندنا. هو كان الحارس تطور الثالث او الرابع طلع من سموحه في ذلك الوقت كان احسن حارس في مصر. والمهدي سليمان كمان كان عنده. والمهدي سليمان دلوقتي خلاص المنتخب يعني هو برضه في طريقه الى المنتخب. طب حسام حسن ما جات له عروض ولا حاجه؟ لا ما جاتلوش والله. جاله نادي خارج مصر. بس كده. جاله نادي خارج مصر. وطبعا احنا بنسمع زي ما حضرتك سامع ان في انديه في مصر عايزاه بس طبعا هو ما يقدرش يمشي في يناير. ما جاتش حاجه اكيده في يناير يعني. ما جاتش ناس قالت احنا عايزينه دلوقتي. وحتى النادي اللي خارج مصر يقول انا ادفع على 3 دفعات وادفع على 4 دفعات زي ما سيادتك عارف. مين كان طالبه؟ يعني نادي تركي كان طالب حسام حسن تركي. مؤخرا. لكن يقول لك انا ادفع على 3 مرات. طبعا الكلام مش منطقي. ناصر ماهر انتوا واخدينه اعاره؟ ناصر ماهر اعاره. اعاره 6 شهور. تاني مرة تاخدوه إعارة تاني مرة من النادي الأهلي. طيب وبيجي عندنا بيتألق تألق كبير جدا عشان بيلعب على طول. طبعًا عشان طبعًا بيلعب طبعًا على طول طبعًا. طيب يعني فيما يتعلق بتغيير انتوا كم جهاز السنة دي اشتغل؟ الكابتن حسام والكابتن ابراهيم والكابتن حماد بس كده. حضرتك دي بص سيادتك دلوقتي يعني في ناس تحب تعاكسنا. لكن ده ريال مدريد بيغير وبرشلونه بيغير. صحيح صحيح صحيح. والانديه في مصر كلها بتغير. ما غيرتش هم اللي طلبوا. والاهلي بيتغير. لا والزمالك وطنطا وكل الانديه والمصري وكل الانديه واحنا بس اللي بنغير. بعدين انا بعد اذنك حسام حسن وابراهيم حسن ما كنتش ابدا اتمنى ان هم يتغيروا. ما كنتش ابدا اتمنى ان هم يمشوا. الناس على مستوى عالي جدا وناس ممتازين جدا الى اخره. لكن كان رغبتهم ان هم يمشوا. لان احنا ما كناش لاقيين لاعبين نجيبهم في يناير. يعني كان هو طالب لاعبين في يناير ما كانش باين في الافق ان احنا هنجيب حد.
خدت بسيتك. وفي نفس الوقت هو كان حاسس ان هو محتاج للاعبين. فطبعا انت عارف هو ليه مستوى معين. عايز ينجح. ما طبعا ومن حقه. طبعا. البيئه كلها والمناخ كله في سموعه كان هو مبسوط جدا جدا وراضي عليه. دي حقيقة. لكن عايز في بعض المراكز. هو بقى الكابتن حسام قرر ان هو يمشي. بعد ما مشي جبنا لعيبه كويسه. لكن انا كنت اتمنى انه ما يمشيش. جه حظ الكابتن حمادة صدقي. طيب. طبعا كابتن حمادة ربنا يوفقه ان شاء الله يا رب.